حبايبي طلبة وطالبات بيرب 3، اهلا بيكم وفيديو جديد لشرح مادة الساينس للسكند تيرم. معاكم ميس جيرمين ساينس تيتشر، والنهارده هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه في السيشن اللي فات والفيديو اللي فات، اللي هي الكيميكال رياكشن، التفاعلات الكيميائية. وقلنا ان احنا عندنا تايبس من الكيميكال رياكشن، عندنا الديكومبوزيشن او الثيرمال ديكومبوزيشن او ديكومبوزيشن رياكشن، السيمبل ديكومبوزيشن رياكشن اللي هي تفاعلات الانحلال بالحرارة، تمام. وقلنا تاني حاجة عندنا السبستيتيوشن رياكشن اللي هي تفاعلات الاحلال، وده اللي احنا هنبتدي بيه النهاردة مع بعض السيشن بتاعنا. تاني نوع من الانواع بتاعت التايبس بتاعت الرياكشن او الكيميكال رياكشن، السبستيتيوشن رياكشن، تفاعلات الاحلال. يعني ايه تفاعلات الاحلال؟ يعني بالاسم كده احلال، يعني حاجة هتحل محل حاجة او هتقعد مكانها، تمام. مبدئيا كده السبستيتيوشن رياكشن ديت هي بتحصل ما بين ان انت بيكون عندك اتنين اليمنت، واحد منهم نشط جدا يعني اكتف، والتاني بيكون اقل نشاطا ليس اكتف. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان النشط القوي هيقدر يضرب الاقل نشاطا او الضعيف ويقعد مكانه. زي كده بالظبط اول يوم في المدرسه، وانت رايح المدرسه كده ولسه داخلين الكلاس في اول السنه الجديده، وكل واحد عمال بيختار الديسك اللي هو هيقعد عليه. فهتبص تلاقي انت جيت قعدت في مكان، هتلاقي في واحد جاي اقوى منك بيزقك وعايز يقعد مكانك، فهو كده خد مكانك. بالظبط كده السبستيتيوشن رياكشن معناها ان في اليمنت هيجي ياخد مكان اليمنت تاني. طب ازاي؟ ان الاليمنت ده قوي وهيجي يخبط او يضرب الاليمنت الضعيف ويحل محله او يقعد مكانه، تمام. طيب الميتالز بتاعتنا او الاليمنت بتاعتنا بقى مبدئيا كده من السبستيتيوشن رياكشن قلنا انها ان هي اوكير ما بين الاكتيف اليمنت، وهو اللي هيعمل ريبليس او سبستيتيوت لليس اكتيف اليمنت في اذر كومباوند، يعني في مركب اخر، تمام. الميتالز بتاعتي احنا اتفقنا من بريب 1 ومن بريب 2 ان احنا الميتالز كنا قسمناها في حاجه اسمها كيميكال اكتيفيتي سيريز، وقلنا ان في كيميكال اكتيفيتي سيريز دي انا كنت بعمل ارينجمنت للميتال اكوردنج تو ديجري اوف كيميكال اكتيفيتي في سيريز كده، في سلسله سميتها كيميكال اكتيفيتي سيريز. صح الكلام؟ صح الكلام. يبقى يعني ايه كيميكال اكتيفيتي سيريز؟ وكلمه كيميكال هاخد منها السي، واكتيفيتي هاخد منها الاي، وسيريز هاخد منها الاس، ويبقى ليها اختصار سي اي اس. طب يا مس، هو انا ينفع اكتب الاختصار ده في الاكزام في الامتحان؟ لا، يفضل ان انت تكتبها كيميكال اكتيفيتي سيريز. هي ارينجمنت للميتال ان ديسندنج اوردر. ديسندنج اوردر يعني في اوردر او في ترتيب، ديسندنج يعني في ترتيب تنازلي، اكوردنج تو ديجري ان زير كيميكال اكتيفيتي، تبع لدرجه نشاطها الكيميائي. هنقسمها ازاي الكيميكال اكتيفيتي سيريز بقى السنه دي علينا حفظ؟ ازاي يا مس هحفظ كل ده؟ هتحفظه: بوتاسيوم، صوديوم، باريوم، كالسيوم، مغنيسيوم، الومنيوم، زنك، ايرن، تند، ليد، تمام، او ايرن تند ليد. ليد التند ده اللي هو الرمز بتاعه او السيمبل بتاعه اس ام. بعد كده هيدروجين. بعد كده بقى هنحط الميتالز بقى، المعادن اللي احنا كنا درسناها من بريب 1 اللي هي كانت ليز اكتيف ميتال، اللي كانت بتدخل في صناعه الجيولز، خلاص، المجوهرات اللي هي كابر، ميركوري، سيلفر، بلاتينيوم، جولد. كابر وميركوري وسيلفر وبلاتينيوم وايه وجولد. تاني طبعا هنحفظ السيمبل بتاعتهم، هنحفظ السيمبل بتاعتهم: بوتاسيوم كي، صوديوم ان اي، باريوم بي اي، كالسيوم سي اي، مغنيسيوم ام جي، الومنيوم اي ال، زنك زد ان، ايرن اف اي، تن اس ان، ليد بي بي، هيدروجين طبعا اتش، كابر سي يو، ميركوري اتش جي، سيلفر اي جي، بلاتينيوم بي تي، جولد اي يو. طبعا احنا حافظين معظم السيمبلز دي كلها من بريب ايه، من بريب 1. هتحفظهم بالترتيب كده وهتعرف ان البوتاسيوم مور اكتف زان الصوديوم، وان الصوديوم مور اكتف زان الباريوم، وان الباريوم مور اكتف زان الكالسيوم، وهكذا. كل ما بنزل لتحت من البوتاسيوم وصولا للجولد، الديجري في الكيميكال اكتيفيتي سيريز ديكريز، بتقل. يبقى اقواهم واعلاهم واكثرهم مور اكتف، تمام، ايليمنت هو البوتاسيوم، والليس اكتف ايليمنت هو مين؟ هو الجولد. طيب ليه الهيدروجين في النص كده؟ بي
لون اصفر، عشان هنعرف بعد كده ان كل اللي في الكيميكال اكتيفيتي سيريس قبل بيفور الهيدروجين يقدر يزق الهيدروجين كده لانه اقوى منه ويقول له امشي يا هيدروجين انا هقعد مكانك. تمام؟ في ايا كان الهيدروجين ده موجود فيه، موجود في اسيد في حمض او موجود في الووتر، تمام، اللي هي الهيدروجين الموجوده في الووتر. طب واللي بعد الهيدروجين يا مس؟ اللي بعد الهيدروجين الكبر، الميركوري، السيلفر، البلاتينيوم، الجولد، ما يقدروش يزقوا الهيدروجين لان الهيدروجين هنا هو اقوى منهم، هيجوا يضربوه قلم هيضربهم اتنين ويقول لهم لا مش هتقعدوا مكاني. تمام؟ طيب نكمل سوا مع بعض. ايه الانواع التايب بتاعه السبستيتيوشن رياكشن؟ قال لي انا هقسم السبستيتيوشن رياكشن الى سيمبل سبستيتيوشن رياكشن، تفاعل احلال بسيط، ودبل سبستيتيوشن رياكشن، تفاعل احلال دبل ثنائي او مزدوج. تمام؟ يعني ايه؟ خلينا الاول في السيمبل سبستيتيوشن رياكشن. لو فهمت السيمبل سبستيتيوشن رياكشن تاكد ان الدبل بالنسبه لك هيكون حاجه سهله جدا. اولا مبدئيا كده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك وشير للبيج بتاعتنا على الفيسبوك عشان نوصل اكبر عدد من المتابعين والمشاهدين. و ما تنسوش كمان ان انا برحب بكل استفساراتكم والاسئله بتاعتكم، سواء كانت على المسج في على البيج بتاعتنا على الفيسبوك او كانت في الكومنت تحت الايه تحت الفيديو. نكمل مع بعض. سمبل سبستيتيوشن رياكشن يعني ايه؟ سمبل سبستيتيوشن رياكشن بمعنى كده اتنين اصحاب قوي وفي شخص عايز يفرق ما بينهم علشان هو عايز يكون صديق لاحد الاشخاص الاتنين دول. يعني اتنين زي ما بنقول كده انتيم، صحاب جدا، تقوم يجي شخص كده، يجي واحد صاحبكم تالت او صاحبتك تالتة، تقوم تفرق كده ما بينكم انتوا الاتنين خلاص علشان تفوز بواحدة منكم. اوكي؟ يبقى simple substitution reaction هو chemical reaction، هو تفاعل كيميائي. one of element substitute another less active element in solution of one of the ايه يا مست كل ده؟ انا مش فاهم حاجه، انا كنت منك. تاني، سمبل سبستيتيوشن رياكشن هو كيميكال رياكشن، هو تفاعل كيميائي في احد الاليمنت ولازم يكون مور اكتيف ذان الاليمنت اللي هيحل محله في الكومباوند. تمام كده؟ الاليمنت ده سبستيتيوت او ريبليس ليس اكتيف اليمنت ان سوليوشن اوف وان اوف اتس كومباوند، في محلول لاحد مركباته. يعني ايه؟ هيحل محل بيه في كومباوند من احد الكومباوند بتاعته. ما هو الاليمنت بي ده ممكن يكون موجود او مشترك في اكتر من 3 4 كومباوندات. تمام؟ 3 4 مركبات، هو هيروح يحل محله في احد مركباته. تمام كده؟ يبقى هو كيميكال رياكشن which one of the elements substitute another less active element in solution of one of its compound. تمام؟ يعني A plus BC، والبي سي ده اللي هو الكومباوند والA ده اللي هو الإيليمنت، هيروح الA ده يحل محل البي اللي هو الأخضر فهيديني AC ويطرد البي بره. تمام؟ طيب السيمبل سبستيتيوشن رياكشن ليها تايب؟ السيمبل سبستيتيوشن رياكشن ليها تايب. هو احنا بقى يا مس كل حاجة هناخدها هيبقى ليها تايب؟ ما هو لازم. وخلي بالك ان الحاجات اللي انت بتاخدها دي دلوقتي هتكبر تاني معاك اكتر واكتر في الايه السنين الجايه. تمام؟ طيب نكمل سوا مع بعض. ها التايب بتاعت السيمبل سبستيتيوشن رياكشن ايه؟ قال لي انا ممكن يكون عندي ميتال سبستيتيوت هيدروجين ان ووتر، يعني انا عندي فلز او ايليمنت هيحل محل هيدروجين الميه، وميتال ممكن يعمل سبستيتيوت للهيدروجين بتاع الدايلوت اسيد او يحل محل هيدروجين حمض ضعيف، وميتال سبستيتيوت انذر ميتال ان سولت سوليوشن، وممكن ميتال يحل محل ميتال تاني في احد محاليل املاحه. كل ده كده كلام نظري مكتوب على ورق. مش فاهم؟ هتفهم لما هديك اكزامبل يبقى موجود قدام عينك الايكويشن، هتفهم يعني ايه ان ميتال هيحل محل ميتال تاني في سولت سوليوشن او يحل محل هيدروجين الاسيد او يحل محل هيدروجين الووتر. تعال ناخدهم واحده واحده. ابسطهم ان ميتال سبستيتيوت ذا هيدروجين اوف ووتر، يحل محل هيدروجين الميه. يعني ميتال موجود قبل بريسيد
الهيدروجين قبل الهيدروجين ان سي اي اس. يعني ايه سي اي اس؟ كيميكال اكتيفيتي سيريوس. تمام. سبستيتيوت الهيدروجين هيحل محل الهيدروجين بتاع الووتر 2 4. لحظه، هي الووتر دي ايه؟ الووتر دي المفروض انها H2O، فانا هفرقها الى H، او هفرقها ال H و OH. ده الهيدروجين بتاع مين؟ بتاع الووتر. لما هيطرده بره ويقول له مع السلامة اطلع بره، يبقى لي مين؟ ال OH. هحط هنا ميتال مع ال OH، يبقى هيديني ميتال هيدروكسيد وهيدروجين. سهلة جدا. يبقى اكتف ميتال مع ووتر هديني ميتال هيدروكسيد وهيدروجين. تعالى ناخد اكزامبل سبستيتيوشن للصوديوم تو هيدروجين اوف ووتر، احلال الصوديوم محل هيدروجين الميه. وخلي بالك وبالراحه جدا وانت بتتعامل مع الاكتيفيتي دي، لو هتعملها في اللاب هكون بحرص شديد جدا. وعامه المدارس عامه ما بتسيبش الطلبه تعمل الاكتيفيتي دي بالذات بايديهم او يتعاملوا معاها، بيبقى التعامل كله من خلال المس او الايه المستر. تمام. طيب ليه؟ اصل الصوديوم زي ما احنا تعرفنا عليه من السنين اللي فاتت، الرياكشن بتاعه او الكيميكال رياكشن بتاعه بيكون سترونج قوي. هتقولي لا يا مس ده البوتاسيوم كان اقوى منه. اه البوتاسيوم اقوى منه صح، بس بالنسبه للصوديوم برضو التفاعل بتاعه قوي وبيديني في الاخر اكسبلوجن، انفجار وبيرنينج واحتراق لتصاعد الايه، تصاعد الهيدروجين جاز اللي كان بيشتعل او بيرنينج باي بوب ساوند، بيشتعل بفرقعه. واخدينه من بريب 1 تمام وبريب 2. فانا هعمل ايه؟ انا هجيب سمول بيس من الصوديوم وهجيبها باي يوزنج تانج ان جلاس اوف ووتر، هحطها باستخدام التانج الماسك في جلاس ووتر. And touch the glass of water carefully after ending the reaction. وبعد ما انتهاء التفاعل همسك الجلاس بتاع الووتر ده بالراحه. هلاحظ مبدئيا ان الصوديوم بيرن ويز بوب ساوند، في اكسبلوجن في انفجار، وان الجلاس بتاع الووتر بيكم وور. تمام، نكمل سوا مع بعض. قبل ما نكمل الجزئيه دي تعالوا اوريكم الفيديو بتاع الرياكشن بتاع الصوديوم مع الووتر. تعالوا اوريكم الفيديو، بصوا كده وركزوا في الفيديو ده كويس جدا. ده الرياكشن بتاع الصوديوم اللي هو الميتال لما يعمل رياكشن مع الووتر. دي القطعه بتاعه الصوديوم اهي، شايفين الانفجار اللي حصل؟ تمام، الاشتعال اللي بيحصل burning with a pop sound. معلش هي الصوره مش واضحه قوي. اهو ادي الانفجارات الاكسبلوجن اللي حصل في الايه الفيديو. تمام. طيب نفس الصوره اللي موجوده قدامك دلوقتي في على الشاشه. الكونكلوجن طبعا ان هنا الصوديوم هيحل محل ريبليس او سبستيتيوت الهيدروجين بتاع الووتر، وهيديني صوديوم هيدروكسيد، وهتصاعد الهيدروجين جاز ايفولف ويز بيرن ويز ايه ويز بوب ساوند. تمام. والرياكشن ده هيديني في الاخر هيت، بدليل ان انا لما جيت مسكت في الاخر البوتقه الازاز دي او الجلاس ده لقيته هيت سخن. تمام. يبقى ال 2Na plus 2H2O هيديني 2NaOH plus H2. هنركز كده، الووتر اهو هتفككوا الهيدروجين و OH، ال Na هتاخد ال OH والهيدروجين هيتصاعد بره بلس ايه؟ بلس هيت. اتفقنا؟ طيب تعالى ناخد النوع الثاني من السيمبل سبستيتيوشن رياكشن، الميتال substitute للهيدروجين في الدايلوت اسيد. دايلوت اسيد يعني حمض، خلاص حمض دايلوت يعني حمض مخفف، يبقى لازم برضه يكون الميتال بريسيد للهيدروجين ان سي اي اس او كيميكال اكتيفيتي سيريوس. طب هيحصل ايه؟ الميتال هيروح يتفاعل مع الجزء اللي هو النون ميتال بقى المتصل بالهيدروجينه بتاعه الاسيد، فهيديني في الحاله دي صوت. تمام. وفي الحاله دي اسمه سولت اوف اسيد اللي هو ملح الحمض، ويتصاعد الهيدروجين جاز برضه. يعني اكتف ميتال مع الاسيد الدايلوت هيديني سولت اوف ذا اسيد اند ايه هيدروجين جاز
evolve. طبعا المعادله دي مش جديده علينا، احنا واخدينها السنه اللي فاتت في بريب 2 لما كنا بناخد التفاعلات الرياكشن بتاعه الميتال مع الدايلوت هيدروكلوريك اسيد، وقلنا ان الميتال بتتفاعل مع الدايلوت هيدروكلوريك اسيد وبتديني السولت بتاع الاسيد وهيدروجين جاز، بينما النون ميتال دازنت ايه دازنت رياكشن، او ايه الرياكشن نوت اوكي، او ما بتدينيش اي حاجه. تمام، يبقى الميتال ذات كم افتر هيدروجين ان ذا كيميكال اكتيفيتي سيريوس هيحصل لها ايه اللي بعد الهيدروجين؟ قلنا اللي بعد الهيدروجين هتكون ليس اكتيف زان الهيدروجين، فبالتالي كانت سبستيتيوت للهيدروجين بتاع الدايلوت اسيد، وحتى لو هي موجوده تحت السيرتن ايه كونديشن في الظروف العاديه. تعالى نعمل اكتيفيتي. الاكتيفيتي هنجيب ايه؟ هنجيب زنك، هنجيب الومنيوم، هنجيب كبر، وهنحط ايكوال اماونت من الدايلوت هيدروكلوريك اسيد في 3 تيست تيوب، وهنحط 3 شيت ايكوال سايز من الزنك والالومنيوم والكبر. هلاحظ ان هيتصاعد جاز ايفولف، بس الجاز ايفولف تمام اول ما ضفت الزنك تصاعد على طول فورا الجاز، بعد كده افتر شورت تايم هيتصاعد الجاز من الالومنيوم، وفي الكبر مفيش اي جاز، نو جاز ايفولف. ليه بقى يا مس؟ طب تعالى كده ارجعك خطوتين لورا. تمام، ايه هما الخطوتين اللي احنا هنرجعهم؟ هنرجع للكيميكال اكتيفيتي سيريس. ادي الالومنيوم، ادي الزنك، حلو الكلام، كلام جميل، وادي الكبر. المفروض ان الالومنيوم هيسبق الزنك وبعد كده الهيدروجين وبعد كده الكبر. تعالى بقى نرجع للكلام ده كده معانا في المعادله بتاعتنا. الالومنيوم المفروض ان هو انشط من الزنك، والكبر بيالي الهيدروجين، اذا الكبر خلاص هو يالي الهيدروجين، اذا هو ليس اكتيف زان الهيدروجين، عشان كده ما قدرش ان هو يزق الهيدروجين ويحل محله. لكن الزنك والالومنيوم يا مس، انت قلتي لي ان انا طول ما انا نازل في الكيميكال اكتيفيتي سيريس الديجري بتاعت الاكتيفيتي سيريس ديكريز، يعني انا هنا عندي الالومنيوم المفروض ان هو انشط مور اكتيف زان الزنك، ازاي الزنك اول ما حطيت على طول في الهيدروكلوريك اسيد حصل التفاعل والجاز ايفولف، والالومنيوم ما حصلش حاجه الا بعدها بشورت تايم؟ هقول لك ايه اللي حصل. ان الزنك والالومنيوم قدروا ان هم يعملوا ريبليسمنت للهيدروجين في الدايلوت اسيد، وكونوا السولت بتاع الاسيد، وتصاعد الهيدروجين جاز، لان هما الاثنين بريسيد الهيدروجين ان كيميكال اكتيفيتي سيريس. بس الكبر لا، لان الكبر افتر الهيدروجين ان كيميكال اكتيفيتي سيريس. صح الكلام؟ كلام جميل، تمام ماشي. فالزنك مع ال 2HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد دل اداني زنك كلورايد اللي هو ZnCl2 بلس H2. ايه اللي حصل هنا؟ بصوا كده اللي حصل، الزنك راح زق الهيدروجين اللي موجود في الايه الهيدروكلوريك اسيد. الزد ان هيزق الايه ال 2H، طبعا هنا 2HCl معناها ان انا عندي HCl، يعني انا ممكن اشيل ال 2 دي ويبقى HCl و HCl، هطلع H2 اهي، ادي ال H2 اللي طلعت، اتبقى عندي 2Cl، اديني ZnCl2. تمام؟ طيب الاموليوم وهيدروكلوريك اسيد هديني 2AlCl3 بلس 3H2. ازاي يا مس؟ ما هو الالومنيوم احنا عارفين ان هو التكافؤ بتاعه او البرايم التكافؤ بتاعه 3، تمام؟ او اللي هو عنده في الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه 3 الكترون، فلما هيفقدهم فيبقى هو كده هيكون لي ايون ايه؟ ايون موجب ب 3. تمام، طيب لما هيرتبط بالكلوراين، الكلوراين احنا عارفين ان هو نيجاتيف 1، فبيكون هنا نيجاتيف ايون، نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. اذا الالومنيوم الواحده عايزه كام كلور؟ عايزه 3. يبقى لما يبقى عندي الالومنيوم هيرتبط ب 3 كلور AlCl3، ونحط هنا 2 في الاول لان انا عندي 2 الومنيوم وعندي 6 ايه؟ Cl، 2 في 3 في 6. ده النظام بتاع ازاي هتوزن المعادله. تمام،
وده انا شرحناه المفروض ان احنا في بريب 2 وفي بريب 1 مع الايكويشن اللي احنا كنا بنذاكرها. تمام، وطول ما احنا ماشيين كده معانا في المنهج هعرفها لك واحده واحده. بس مبدئيا لازم الايكويشن دي تتذاكر كويس جدا، لازم تكون فاهمها عشان تقدر ان انت ان انت تحفظها. اوكي طيب، يبقى الالومنيوم الفالنسي بتاعه 3 والكلوراين الفالنسي بتاعه 1، يبقى الالومنيوم هنا الواحده محتاجه 3 3 كلور. اوكي طيب، كبر وهيدروكلوريك اسيد نو رياكشن، ما حصلش تفاعل. طب ايه اللي حصل وخلى الالومنيوم بالرغم من ان هو بيبقى بيجي في الكيميكال اكتيفيتي سيريس بيفور الزنك، لكن اتاخر شويه عن التفاعل بتاع الزنك؟ اللي حصل ان الالومنيوم زي ما كنا واخدين السنه اللي فاتت في بريب 2 وفي بريب 1 ان الالومنيوم ده امفوتيريك اوكسايد، امفوتيريك اوكسايد او اكسيد متردد، فدايما الالومنيوم ده بيتاكسد بسرعه جدا مع الاكسجين، فبيديني دايما بيكون موجود في صوره الومنيوم اوكسايد، فدايما عنده على السطح بتاعه عنده طبقه اوكسايد، طبقه مؤكسجه تمام او مرتبطه بالاكسجين، فعشان كده تيك تايم، بياخد وقت علشان يحصل عمليه سبريت انفصال للالومنيوم اوكسايد ده من على السطح بتاع الالومنيوم، فيظهر معايا الالومنيوم يبتدي يتفاعل رياكشن مع مين؟ مع الهيدروكلوريك اسيد الدايت. يبقى due to presence للاير بتاعه الالومنيوم اوكسايد on the aluminum surface which take time to separate from aluminum that delay the starting of occurrence للمين للرياكشن، ده اللي بيعمل delay في الايه الرياكشن. تمام، ده اللي بيخلي الالومنيوم يبتدي في الرياكشن بتاعه بعد الزنك. اتفقنا كده؟ طيب ازاي اعمل عمليه ديتكت للهيدروجين اللي بيطلع من عمليه السبستيتيوشن رياكشن دي؟ بكل بساطة approach burning match، هقرب عود ثقاب هلاقيه burning with pop sound، واحنا من علامات الهيدروجين ان احنا بنعمل له detect اول ما بيحصل burning with pop sound، يبقى اللي طالع ده مين؟ طالع ده هيدروجين. اوكي ليه الصوديوم react مع dilute hydrochloric acid والcopper doesn't react؟ لان الصوديوم كان replace الهيدروجين بتاعت الدايلت هيدروكلوريك اسيد لانه كان بيفور هيدروجين في كيميكال اكتيفيتي سيريس، لكن الكبر بيجي افتر الايه الهيدروجين، زي ما قلت لك من في بدايه السيشن دي قلت لك ايه وانا بشرح لك الكيميكال اكتيفيتي سيريس، قلت لك كل عنصر موجود قبل الهيدروجين في كيميكال اكتيفيتي سيريس اقوى منه، هيقدر يزقه يديله بوكس ويقعد مكانه، لكن اللي جاي بعد الهيدروجين، الهيدروجين هو اللي اقوى منه، فالهيدروجين مش هيقدر، مش هتأثر بإيه؟ بأي خبطة منه، بالعكس هو الأقوى فهو اللي هيضرب، فهيستقر، هيفضل مستقر في مكانه أو مستقر في الكومباوند بتاعه. أوكي؟ تالت نوع أو تايب من السيمبل سبستيتيوشن رياكشن الميتال أنذر ميتال إن إتس سولت سوليوشن. الميتال سبستيتيوت أنذر ميتال، يعني في ميتال إيه؟ اقوى مور اكتف زي ميتال بي موجود في سوليوشن او في سولت سوليوشن في ملح، قدر يزقه ويحل محله. طب ولما حل محله حصل ايه؟ هيديني سولت جديد، والاليمنت ده هيطلع يكون في صوره بي بي تي او بارتيسيبيت يعني رصد، يبقى ميتال ايه مع ميتال بي سولت سوليوشن محلول ملح اللي في فلز بي، هيديني الميتال ايه ده هيروح مكان ميتال بي، يعني كاني شلت كلمه ميتال بي دي وخليتها ميتال ايه سولت سوليوشن وطلعت في الاخر ميتال بي، ادي عمليه الايه الاحلال، ده دخل مكان ده ازاي؟ مثلا قال لي انا هعمل اكتيفيتي للمغنيسيوم سبستيتيوت الكبر في كبر سلفيت سوليوشن. تمام، سبستيتيوت مين للكبر في كبر سلفيت سوليوشن في محلول كبر سلفيت، فانا عندي كبر سلفيت CuSO4 وعندي مغنيسيوم، لازم تتاكد ان المغنيسيوم بيسبق تمام الايه موجود بيفور الكبر ان كيميكال اكتيفيتي سيريس، اذا هو مور اكتيف زين الكبر، فانا هعمل ايه؟ هجيب المغنيسيوم شيت واحطها في تيست تيوب وهضيف عليها الكبر سلفيت، والكبر سلفيت ده لونه بلو، هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان اللون البلو بتاع الكبر سلفيت بدا يحصل له ديس ابير، يختفي وبدا يظهر عندي بي بي تي او بارتيسيبيت يعني راسب لونه ريد، اللون الريد ده راجع لمين؟ راجع للون الكبر،
فبما ان المغنيسيوم ده مور اكتف زي الكبر، فبدأ يروح يتخانق مع الكبر ويزقه ويقعد ايه، يقعد مكانه. فيداني مغنيسيوم صلفيت MgSO4، ويعيني طلع الكبر في الاخر من المولد بلا حمص زي ما بنقول كده، وطلع مهزوم من الخناقه وقعد على جنب بي بي تي ترستب في القاع بتاع الايه، البوتوم بتاع التيوب. تمام. طيب المغنيسيوم صلفيت اللي طلع لونه ايه؟ طلع لونه كلرليس. والبي بي تي اللي حصل ده او اللي هو الكبر البرسبيت كان لونه ريد، كان لونه ايه؟ ريد. ادي الام جي بلس سي او اس او 4 طبعا ده لونه بلو، هيديني ام جي اس او 4 ده كلرليس، ويبقى لي الكبر ده ريد بي بي تي. المغنيسيوم كان ريبليس الكبر ان سولت سوليوشن، لان المغنيسيوم بريسيد الكبر او موجود بيفور الكبر ان كيميكال اكتيفيتي سيريس، فبالتالي اتش ريبليس الكبر. لكن الكبر فولو المغنيسيوم، فالكبر دازنت سلفيت الايه، دازنت سوري ريبليس الايه المغنيسيوم. يعني حد يجي يقول لي طب يا بس ما هو انا لما حطيت المغنيسيوم على كبر سلفيت اداني مغنيسيوم سلفيت وكبر، طب هو ما ينفعش يتعاد مره تانية الرياكشن ده والكبر يحل تاني محل المغنيسيوم؟ طبعا مش هينفع، لان الكبر لس اكتف زان الايه المغنيسيوم. تمام. ويلي خلاص موجود افتر المغنيسيوم ان كيميكال اكتيفيتي سيريس. don't keep silver nitrate solution in aluminum container. ما ينفعش ان انت تحتفظ بسيلفر نايتريت في اواني من الالومنيوم. اصل الالومنيوم بريسيد السيلفر في الكيميكال اكتيفيتي سيريس، بيسبق السيلفر في الكيميكال اكتيفيتي سيريس، فيقدر ريبليس السيلفر في سيلفر نايتريت، ويجي عيني في الاخر تلاقي ايه، هتلاقي في الاخر ان السيلفر نايتريت ده بقى الومنيوم نايتريت، والسيلفر هو اللي ايه اترستب في الاخر. يبقى انا كده الكومباوند اللي عندي بص. تمام. في النوتس مهمة جدا بتقول ايه، النوتس بتقول ان انا لو جيت عملت رياكشن للبوتاسيوم مع الووتر ورياكشن للمغنيسيوم مع الووتر، هلاحظ ان البوتاسيوم اول ما بحطه في المية الرياكت بتاعه انستاتلي، يعني على طول مباشرة في لمح البصر بيتم، لكن المغنيسيوم بيكون very slowly in cold water. خلي بالك ده الجزء اللي احنا كنا واخدينه في الجزئية بتاعت الكيميكال اكتيفيتي سيريس في بريب ايه، في بريب 2 وفي بريب 1، لما خدنا ان المغنيسيوم بيكون very slowly في الكولد ووتر، لكن البوتاسيوم والصوديوم دول instantly with ايه، with water، بيتفاعل تفاعل مباشر. تعالى كده ارجعك تاني للكيميكال اكتيفيتي سيريس كده بسرعة 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 عشان عايز اوريك حاجة. بص كده معايا، احنا قلنا مغنيسيوم وايه، احنا قلنا مغنيسيوم وقلنا بوتاسيوم. بص كده المسافة ما بين البوتاسيوم وما بين الهيدروجين قد ايه في الكيميكال اكتيفيتي سيريس، والمسافة ما بين المغنيسيوم وما بين الهيدروجين قد ايه في الكيميكال اكتيفيتي سيريس. تمام. مسافة ما بين البوتاسيوم وما بين الهيدروجين اكبر من المسافة ما بين المغنيسيوم وبين مين، ما بين الهيدروجين. تعالى بقى نرجع كده للسؤال كان بيقول ايه عشان نفتكره سوا، ايه سوا مع بعض. بيقول ايه، ليه give reason البوتاسيوم instantly with water react instantly with water، لكن المغنيسيوم react very slowly، لان ال distance ما بين البوتاسيوم والهيدروجين greater than ال distance ما بين المغنيسيوم والهيدروجين، فعشان كده التفاعل بتاع البوتاسيوم بيكون more active than الايه المغنيسيوم. تمام. في الكيميكال اكتيفيتي سيريس كمان البوتاسيوم مور اكتيف زان المغنيسيوم، فعشان كده البوتاسيوم بيكون التفاعل بتاعه انستاتلي خلاص عن التفاعل بتاع المغنيسيوم. اوكي. ده كويتشن بيقول لك in the light of the understanding the simple substitution reaction write the sample of the following element according to arrangement in chemical activity series. يعني بيقول لك معاك مجموعة element رتبهم لي زي ما انت حفظت chemical activity series. تمام. ومديك بعض الاسئلة كده true false، سيبك تحل الاسئلة دي كده مع بعضك homework.
إيه علشان اعرف مدى فهمكم من الجزء اللي انا شرحته لكم. اتمنى ان انا اكون شرحت لكم الجزء ده، إيه بسطت لكم الايكويشن وبسطت لكم الجزئيه بتاعت السبستيوشن ايه رياكشن السيمبل. تمام. إيه انا مش هدي في السيشن ديت اكتر من كده، وهديك ده هتعمله هوم وورك، هتحله وتبعتهولي او تبعتهولي تحت في الكومنت تحت الفيديو او على الرسائل بتاعه الصفحه. والسيشن الجاي ان شاء الله او الفيديو الجاي هنبتدي ناخد مع بعض تاني تايب من السبستيوشن رياكشن اللي هو الدبل سبستيوشن رياكشن. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك وشير للفيديو بتاعتنا على الفيسبوك عشان دايما يوصل لكم اشعارات بكل جديد بينزل على الصفحة بينزل على القناة. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.